هنتكلم النهاردة عن سيدة بتلعب أدوار الأم وأدوار الجدة، وبالإضافة إلى أنها كانت بتلعب الأدوار الأرستقراطية بمنتهى البراعة، وهي تحسها كده سيدة أرستقراطية، مش هتلاقيها أبدا بتلعب أدوار الكوميديا ولا الأدوار الرومانسية أو اللي بتحتاج خفة دم شوية. هي دايما صعبة وصارمة. تعالوا نشوف بقى حياتها اللي فيها مراحل كتير، مراحل مهمة تستحق ان انتوا تعرفوها. تعالوا نعرف عن دولة أبيض. دولة مولودة سنة 1896 واسمها الحقيقي دولة حبيب بطرس أصبجي. الأم روسية الأصل والأب صعيدي بينتمي لمحافظة أسيوط وشغال مترجم في وزارة الحربية في السودان. وهي دخلت مدرسة الراهبات في السودان واتعلمت الانضباط من والدها ووالدتها السيدة الروسية حادة الطباع. علمتها يعني تمشي على العجين مطلق بطوش، والدنيا مشيت معاها وكبرت شوية وبقت عروسة كده، واضطروا ان هم يرجعوا مصر في وقت من الأوقات. المهم ان تمر الايام ويبقى عندها حوالي 23 سنة. انا دايما لما باجي احكي عن السيرة الذاتية بحكي عن التاريخ الفني الاول وبعدين اروح على الحياة الشخصية، ولكن دولة ابيض هنلاقي ان لازم امشي بالترتيب علشان الناس ما بتتلخبطش، وانا كمان احس ان في سلاسة في السرد ما يبقاش الموضوع شوية من قدام وشوية من ورا. هي اتجوزت في حياتها مرتين. اول مرة اتجوزت وهي عمرها صغير قوي، ويمكن يكون ما لحقتش تعيش مع جوزها فترة طويلة وجوزها توفى قبل ما تتم حتى 23 سنة. رجعت على بيت اهلها، ما عندهاش ولد طبعا، ما كانتش خلفت ولا اي حاجة، والدنيا مشيت معاها خلاص مع اهلها والدنيا تمام ما فيش مشكلة، لحد ما في يوم من الايام كان فرح بنت خالتها. مع مرور واقتراب الفرح بقى حصل امر ما دخلها الجزئية بتاعت الفن وهي ما كانتش تقصد، برغم انها كانت بتمثل على مسرح المدرسة بعدة لغات الفرنسية والانجليزية، ولكن ده وهي صغيرة كانت بتعمل كده مجرد حاجة للموهبة او لملء الفراغ او علشان تسد النشاط الفني اللي موجود في المدرسة. بس عمرها ما فكرت انها في يوم من الايام تكون ممثلة، ولكن الفرح جه والدنيا مشتعلة وموسيقى واغاني والناس كلها فرحانة، واخو العريس واقف يبص على دولة ابيض من بعيد. هي يعني حست بنوع من الضيق او الزهق، يعني الراجل ده بيبص لي ليه؟ وسمعت ان هو بيقول لحد في الفرح وتحديدا امه، قال لها المسرح المصري ناقصاه شخصيه زي الست دي. اتضايقت من الجمله، يعني ايه الست دي وليه يقول لي كده، وخصوصا ان هي كان عمرها يعني بقول لكم 23 سنه 24 سنه بكتير، ليه يبص لي كده ويقول الست دي؟ ولكن مع الوقت فهمت ان هو عايز يضمها للمسرح بتاعه. طبعا عزيز عيد، انا كنت اتكلمت في اكتر من حلقه عن عزيز عيد، ولكن المره دي خليني اوضح لكم لان انا اتكلمت عنه من زمان قوي. عزيز عيد حد من الرواد في المسرح، ويمكن يكون اثرى المسرح المصري بسبب ان هو كان موجود في دول اوروبيه وتعلم المسرح على اصوله وجي على مصر هنا وعمل المسرح بتاعه، كان امر مميز جدا وما كانش لسه بقى في سينما والكلام ده. المهم عرض عليها، يا بنت الناس انا عايزك تمثلي وتدخلي المسرح بتاعي. المهم ان هي وافقت ان هي تكون معاه في المسرح بتاعه، ولكن كان في امر مهم جدا لازم تعمله، ان هي تاخد موافقة والدها وعلى الاقل كمان موافقة والدتها. ولكن الحقيقة ان والدها قال لها ابدا عمرك ما هتدخلي المسرح، انت عايزة تمرمغي اسم العيلة في الارض، لا يمكن هتعملي ده ولا يمكن ان انت هتدخلي المسرح واللي اسمه التمثيل ده. طبعا مليون مرة هقول ان الناس زمان ما كانوش بيحبوا يدخلوا ولادهم وخصوصا بناتهم موضوع التمثيل، ما كانش الامر دارج ومعروف لحد يعني او زي النهارده، الدنيا كانت صعبه وما بيتمش تصنيف يعني ان الممثلين والممثلات من الحاجات الحلوه، كان في معرفش بصه غريبه قوي للفنانين في اوائل دخول الفن ان صح التعبير يعني. المهم في النهايه اقتنعت براي عزيز عيد وهربت من اهلها علشان تشتغل في الفن. سافرت لاسكندريه، وقتها والدها لحقها. هي قالت عن الموضوع ده في حوار اذاعي اسمه حديث الذكريات، قالت ان هو رمى طربوشه في الارض وبقى يعيط،
ويقول لها حرام عليكي تبهدلينا على آخر السنين. قال لها أنا متبري منك وحصلت قطيعة كبيرة بيننا. هي بتقول يعني أن حصل قطيعة كبيرة بيننا. المهم أن هي انتقلت لفرقة نجيب الريحاني بعد كده وما عادتش فيها كتير، وده أمر غريب أن في فنان لسه في بداية حياته ينتقل لفرقة نجيب الريحاني الرجل الكبير العملاق ده ويرفض أن هو يشتغل معاه ويفضل في الفرقة بس 4 أيام. ولكن هي قالت لك أصل نجيب الريحاني بيلعب كوميديا وأنا مش حاسة نفسي في الكوميديا فما كنتش قادرة أكمل هناك، وقررت أن هي تمشي. برغم أن نجيب الريحاني كان متمسك بيها وطلب أن هي تفضل، ولكن ما كانتش عايزة تفضل أبدا. بعد كده راحت على فرقة جورج أبيض وكانت بتلعب أدوار الملكات، كانت بتنجح في ده وكويسة في ده جدا، وكمان دور المرأة الأرستقراطية. والحقيقة إن هي بعد وقت طويل وراحوا سوريا وجم من سوريا، لأن جورج أبيض كان يعني سوري في الأصل، يعني اتجوزت جورج أبيض بقى وخلفوا إيفون وسعاد والدنيا مشيت زي الفل. راحت بعد كده على يوسف وهبي وقعدت فترة هناك لحد ما بقت أحد أهم فنانين الفرقة القومية المصرية سنة 1935، وكان راتبها وقتها 35 جنيه وده راتب كبير جدا وقتها، مش أي حد يقدر يحصل عليه. بعد كده قررت إن هي تستقيل بقى من الفرقة القومية وقررت إن هي تعمل مسرح، والمسرح ده اتحول بعد دخول السينما اتحول لدار عرض اسمه هونولولو. هونولولو ده اسم غريب يعني، ولكن هو كان اسم مميز يليق بدار سينما، واشتغلت حلو جدا وكانت بتشتري افلام وتعرض افلام وتوزع افلام، فالدنيا كانت فل معاها والقشة معدن. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن سنة 1952 ويتم حريق القاهرة في يناير من نفس السنة، وتخسر كل فلوسها وتخسر افلامها وتخسر كل حاجة، وكمان النار علمت على جسمها وكانت يعني في اصيبت ببعض الحروق. تعالوا بقى نعرف اهم الافلام اللي شاركت فيها دولة ابيض لو انتوا حابين يعني تعرفوا علشان تتفرجوا عليها في يوم من الايام. هنلاقيها ان هي عملت فيلم زينب سنة 1930، وكمان عملت فيلم المراهقات اللي جسدت من خلاله دور الام قاسية القلب اللي بتفرق بين ابنها وبنتها، وعملت الوردة البيضة وأولاد الزوات والحقيقة العارية وموعد مع السعادة وحاجات كتير كتير كتير، وكانت آخر حاجة عملتها سنة 1972 وكانت من بطولة فاتي الحمامة، فيلم مشهور قوي اللي هو إمبراطورية ميم. من الحاجات اللي معروفة عن دولة أبيض إن هي وزوجها وولادها دخلوا الإسلام بسبب إن هي كانت بتستمع للشيخ محمد رفعت، تسمع القرآن والأذان من صوت الشيخ محمد رفعت، وده كان مؤثر فيها بشكل كبير فقررت إن هي تدخل الإسلام. ومن المعروف عن دولة إن هي في آخر أيامها كانت متفرغة ان هي تراعي احفادها من بنتها ايفون، كمان كانت بتفضل تقرأ وتسمع قرآن خصوصا بصوت الشيخ محمد رفعت. بنتها سعاد قالت في برنامج تلفزيوني بعنوان شموع مع المذيعة سهام صبري، كانت ام مثالية عظيمة بس كانت صارمة جدا في اوامرها، ما تقبلش اي اعذار او اي اخطاء، لازم الانضباط يكون مستمر. انا واختي الكبيرة كنا بنترعب منها وكنا بننسى الكلام بمجرد رؤيتها، لو هي مرت من قدامي لازم اقوم زنهار. واشارت ان هي كانت حريصة على توفير الراحة ليهم والسهر على كل افراد العائلة، وانها كانت بتحب جوزها جورج بشكل ابهر بنتهم سعاد، وكانت بتشوفها سيدة عظيمة بتفهم الدنيا اكتر منهم. الحقيقة ان سنة 1978 كانت دولة ابيض عمرها بقى كبير جدا، وبسبب امراض الشيخوخة اللي بتصيب البني ادم في نهاية حياته فرقت العالم يوم 4 يناير وتوفت عن عمر 81 سنة. دولة ابيض ما هياش الممثلة المميزة، يعني هتلاقي ان في كتير سيدات بيلعبوا
أدوار الأمهات والجدات والسيدات الأرستقراطيات وعادي مفيش أي مشكلات. ولكن يمكن اللي يميز دولة أبيض عن بقية الفنانات هو قصتها وسيرة حياتها والسيرة الذاتية بتاعتها. من فضلكم لو شفتوا أي فيلم من أفلامها تدعو لها بالرحمة، وانتوا بعد ما تخلصوا الفيديو ده كمان ادعو لها بالرحمة. شكرا لكم، أشوفكم على خير في حلقة جديدة، مع السلامة.